يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالمحاضرة أول محاضرة عندنا أخذنا القوانين اللي هي الفصل عبارة عن قانونية، اللي هو قانون هاي مراجعة، قانون كوم، وقانون المجال الكهربائي، وباقي الشغلات كلها هي ملاحظات. يعني من ضمن الملاحظات احنا قلنا بانه البادات هاي بعد ما اعيد عليكم، هاي المفروض انتم بعد هذا وقت تثبت يمكم. البادات اللي هي مايكرو 10^6، والنانو 10^9، والبيكو 10^12، والتحويلات يعني وين ما اشوف سنتيمتر لازم احوله للمتر، شو اسوي؟ بضربه في 10^2، واضح؟ وين ما اشوف سنتيمتر تربيع، خاف اشوف سنتيمتر تربيع احوله للمتر تربيع، شو نسوي؟ نضربه في 10^4. اذا شفنا ملي متر لازم نحوله للمتر، شو نسوي؟ نضربه في 10^3. عندنا بس ثلاث بادات وثلاث تحويلات عندكم بالكتاب كله. قانون كولوم اذا قلنا شكلين وحلينا المسائل مالته المحاضره السابقه، قانون الشكل الاول وبعد والشكل الثاني. الشكل الاول اذا بالشكل الاعتيادي اللي هو قوه تساوينا كي كيو 1 في كيو 2 على ار تربيع. الشكل الثاني القوه تساوينا كي في كيو تربيع على ار تربيع. شو وقت استخدم هذا؟ من تكون الشحنتان متماثلتان. شو وقت استخدم هذا؟ اذا ما ذكر بالسؤال من الشحنتان متماثلتان استخدم هذا، واضح؟ فقط من تذكر الشحنتان متماثلتان استخدم هذا الشكل. واذا تريدون الكي رسم من تكتبون القانون تحطوه بصف فوق يعني بالوسط بصف الكيو كيفكم بعد. زين، هو نفس الشيء. اليوم سالفتنا على قانون المجال الكهربائي. قانون المجال الكهربائي يساوي القوة على الشحنة النقطية، واضح؟ القوة شنو الوحدة مالتها مثل ما نعرف؟ نيوتن، واضح؟ والشحنة الوحدة مالتها كولوم. لو حتى بيذكر لي بالسؤال يقول لي القوة بس أنا أعرفها مين من الوحدة، واضح؟ فحتى بيذكر بالسؤال كلمة قوة أنا المفروض أعرف هذا الرقم شنو هو؟ من الوحدات ما تعرفها، اعرفها منين؟ من الوحدات. اذا المجال الكهربائي هو مو نيوتن قوة على الشحنة، يعني نيوتن على من؟ على كولوم. اذا الوحدة مالته نيوتن على كولوم. الوحدة مال القوة نيوتن، الوحدة مال الشحنة كولوم، الوحدة مال المجال الكهربائي نيوتن على من؟ على كولوم. اكو بعد وحدة ثانية بي اللي هي فولت على متر، مو هسه تاخذوها بالسادس علمي، مو هسه تاخذوها، واضح؟ إذا كنتوا تريدون تروحون سادس علمي لأنه يعني تروحون الفرع العلمي فراح تاخذون هذا الشيء إذا ما رحتوا بعد، الله بالعافيه. زين، المجال الكهربائي اللي هو الإي يساوينا القوة على من؟ على الشحن. القوة على من؟ على الشحن. إذا أردت المجال الكهربائي بس نطبق القانون، بس قوة على الشحن، واضح؟ زين، اذا اردت واحده من الثانيه شو اسوي؟ وسطين؟ طيب تعلمناها بعد. زين، اي قانون بالكتاب بعد. اذا اردت واحده من الثانيه شو اسوي؟ وسطين الطرفين، ارتب المعادله وبعدين اعوض. زين، خلينا نجي نسال السؤال الاول. السؤال الاول شو بالبدايه احنا مثل ما متعلمين نطلع شنو؟ المعلومات وبعد المطلوب. هاي شيء خلوه ثابت على مود تعرفون شلون تحلون. شحنه كهربائيه شنو هي؟ شحنه كهربائيه نقطيه موجبه مقدارها الشحنه النقطيه، هاي مقدار الشحنه النقطيه 2^10^9. هاي مثل تعرفون منه هاي شنو المثال؟ بالكتاب، موجود بالكتاب، هذا المثال مال الكتاب. اما هذا الثاني فهو السؤال الثالث بالكتاب، المسائل مال الكتاب، مسائل الكتاب اسئله الفصل. زين، مقدار 2^10^9 كولوم، وبعد شنو عندنا؟ وضعت عنده نقطه في مجال كهربائي.
فتأثرت بقوة مقدارها. قوة مقدارها ايش قد مقدار القوة؟ F 4 في 10 سالب 6 نيوتن. ما مقدار المجال الكهربائي في تلك النقطة؟ يريد نعرف شنو مقدار المجال الكهربائي الـ E. مقدار شنو؟ المجال الكهربائي اللي هو الـ E. الحل البداية عندنا انه عندي لازم نستخرج الـ E اللي هو شنو؟ القوة على من؟ على الشحنة. اسوي احتاج وسط من الطرفين، هو ايش رايد عندي الـ E؟ راسا اعوض. اذا رايد واحدة من ثاني شو اسوي؟ وسطين طرفين. القوة شو تساوي لنا؟ 4 في 10 أس سالب 6 على الشحنة شو تساوي لنا؟ 2 في 10 أس سالب 9. واضح؟ زين. على 2 بها 1، على 2 بها ايش قد؟ بها 2. شو بقى عندنا فوق؟ 2 في 10 أس سالب 6 على 10 أس سالب 9. اختصرت بقى عندنا هذا الشيء. وياي؟ 10 أس سالب 9. هاي السالب 9 بنحولها لفوق، صعد لفوق شو يصير؟ موجب 9. يعني الـ E يساوي 2 في 10 أس سالب 6. هذا نزلته كما هو. هذا اسمه سالب، إذا صعد شو يصير؟ موجب 10 أس موجب 9. إذا الـ E تساوي 2 نزلناها. عند الضرب تجمع الأسس، أخذ الإشارة الكبير موجب. مو صحيح ولا لا؟ اجرى عملية الطرح 9 ناقص 6 3. شنو الوحدة مال المجال الكهربائي؟ هو مين جاي؟ قوة على اليمن على الشحنة، يعني نيوتن على اليمن على الكرة. واضح؟ هذا بالنسبة لمن؟ للمثال مال الكتاب. نجي السؤال مال الكتاب. المعلومات والمطلوب. سؤال مال الكتاب، معلومات، وبعد شنو عندنا؟ المطلوب. شحنة كهربائية مقدارها، شحنة كهربائية مقدارها زين، شحنة زين مقدارها الكيو مقدارها 3 مايكرو، ما اكتبها مايكرو، شو اسوي؟ شو اكتبها؟ 10 أس سالب 6. واضح؟ كولوم. المايكرو كتبتها زين 10 أس سالب 6 كولوم. وضعت عند نقطة B، أي نقطة؟ أي اسم؟ في مجال كهربائي. كان مقدار المجال الكهربائي ايش ناطيني؟ مقدار المجال الكهربائي اللي هو E 4 في 10 أس 6. واضح؟ 4 في 10 أس 6 نيوتن على اليمن على الكولوم. احسب احسب المطلوب القوة الكهربائية المؤثرة. يريد القوة. هذا شنو؟ هذا هو المطلوب، القوة الكهربائية المؤثرة. نجي على الحل هسه. شلون اعطيني السؤال؟ بما انه نطاني مجال كهربائي فلازم شنو اكتب قانون المجال الكهربائي. اذا نطى اكتبوها ملاحظة، اذا نطى مجال كهربائي او طلب المجال الكهربائي اكتب قانون المجال الكهربائي. واضح؟ اذا نطى مجال كهربائي او طلب المجال الكهربائي اول قانون تكتبه من هو قانون المجال الكهربائي. زين ركزوا وياي، يعني المجال الكهربائي يساوي القوة على من؟ على الشحنة النقطية. صح ولا لا؟ اللي يريده من هو؟ يريد من هو الشيء؟ القوة موجودة هنا ولا موجودة؟ موجودة. لازم شو اسوي؟ وسطين او طرفين؟ راح اسوي وسطين. شنو الطرفين؟ F في واحد F يساوي E في Q، E في Q. إذن عملية ضرب بيانات. واضح؟ زين. ال F أنا أريده، ال E إيش قد؟ ال E 4 في 10 أس 6 في ال Q إيش قد؟ 3 في 10 أس سالب 6. هسه هنا عندي موجب 6 وسالب 6 ايش فيهن؟ تروح موجب 6 وسالب 6، يعني 10 اس موجب 6 في 10 اس سالب 6. شو راح اسوي؟ 10 موجب 6 وسالب 6 صفر، مو صح؟ يعني عند الضرب تجمع الاسس، يعني 6 ناقص 6 صفر. اي شيء اسه صفر ايش قد؟ 1. اي شيء اسه صفر؟
واحد، لذلك شو نقول ده مش فين تروح. عايز جد هاي أربعة، إذا F تساوي أربعة في ثلاثة إيش جد؟ 12 نيوتن. ليش نيوتن القوة؟ يا حبيبي هاي بالنسبة لنا السؤال ما تدا زين. أنا السؤال لسه كتبوا يا هذا السؤال، راح أكتب فقط المعلومات. السؤال هو احسب مقدار الشحنة النقطية، يعني شو اللي بنعدي الشحنة، احسب مقدار الشحنة النقطية. واضح؟ الموضوعة في مجال كهربائي، مقدار المجال الكهربائي 5 نانو نيوتن على كولوم. الموضوعة في مجال كهربائي 5 نانو نيوتن على شقد؟ على كولوم. زين بعد إذا علمت أن القوة المؤثرة تساوي 50 بيكو نيوتن، واضح؟ 50 بيكو نيوتن. إذا أعطاك المجال الكهربائي أو طلب المجال الكهربائي، تكتب قانون المجال الكهربائي. قانون المجال الكهربائي إي يساوي وياي زين القوة على اليمن على الشحنة النقطية، صح ولا لا؟ هو إيش رأيك؟ رأيك الشحنة النقطية ليش أسوي وسطين أو طرفين؟ هاي وسطين وهاشنية طرفين، إذا يؤدي إلى المجال في الشحنة، يعني الـ E في Q، E في Q يساوي القوة F في واحد F. أنا شاري الـ Q، إذا الـ Q أنا أريدها عدوتها فوق وصديقتها جوا، عدوتها فوق وصديقتها جوا. القوة F إيش قد مقدارها؟ ركزوا وياي، القوة F إيش قد مقدارها؟ 50، بس 50 إيش قد بيكو؟ أنا ما أكتبها بيكو، شكتبها 10 سالب 12 بيكو. واضح؟ وياي؟ زين، على المجال الكهربائي إيش قد؟ 5 نانو، ما أكتبها نانو، أكتبها 10 سالب 9. النانو أكتبها 10 سالب 9 وياي زين. على 5 فيها شقد؟ 1. على 5 فيها شقد؟ 10. صح ولا لا؟ لان 10 فيها 5 50. زين؟ فيها 10. اذا ايش بقى عندنا فوق؟ 10 في 10 سالب 12 على 10 سالب 9. هاي راح اصعدها لي فوق. واضح؟ ايش راح يصير عندي؟ Q فتحة تساوي هاي اللي نزلت 10 في 10 سالب 12. في 10 اس موجب 9، ليش موجب 9؟ يعني ليش انا السالب من 9 شو يصير؟ موجب 9. هاي اذا ما بيها اس ايش قد الاس مالته؟ 1. اذا ما بيها اس ايش قد الاس مالته؟ 1. هسه عندها ضرب تجمع الاسس، موجب 9 وموجب 1 موجب 10. صح؟ موجب 9 وموجب 1 موجب 10. اذا 10 اس موجب 10 في 10 اس سالب 12. واضح؟ كيو فتحة تساوي عند ضرب تجمع الاسس، اخذ الشارت الكبير سالبة، اجرى عملية الطرح 12 ناقص 10 2، 2 شنو هاي؟ 2 كولوم، ليش كولوم؟ لان الشحنة، واضح؟ واحد يقول شنو ماكو رقم مثل ما قلت لكم، اذا ماكو رقم اكتب 10 1 في 10 سالب 2 كولوم، اذا هاي ايش طلع عندي؟ الشحنة. واضح؟ طلع عندنا الشحن، هذا كان اخير شيء عندنا بالفصل الاول اللي هي كل مسائل الفصل الاول زائد اخذنا مسائل اضافيه حتى نتعلم اكثر بالفصل الاول. اريدكم تضبطون الفصل الاول، الفصل الثاني ما راح تكون عندنا محاضرات، احتمال لو اسوي محاضره واحده خب على السريع، الفصل الثاني لو ما اسوي محاضره لان ما في مسائل، احنا اتفقنا احنا ناخذ بس المسائل مال الكتاب، لذلك ان شاء الله شوف الله كريم من المحاضره الجايه دور نحط المسائل مال الفصل الثالث نطب الفصل الثالث
اعطي المحاضره تعريفيه بس اوصيكم على وصيه طلباتكم دائما. اذا تقرون الفصل مره اقروا اسئله الفصل 5 مرات. مو عندنا الفصل مثلا الفصل الاول بالشغلات مالته والشغلات واخر شيء شنو اكو؟ اسئله الفصل الاول وصح؟ وراها مسائل الفصل الاول. هسه المسائل احنا كلها عليها. فاهم ولا لا؟ وقد شرحيات عليكم. بس نصيحه لكم بانه اهتموا بذني اكثر شيء. يعني مو معناه ما نقرا ذني، لا لا، انت لازم تقرا حتى تفتهم مسائل الفصل، مو صح ولا لا؟ فاسئله الفصل ومسائل الفصل اهتموا بها قد ما تقدرون. يعني هاي درخوها درخ، هاي الاسئله الفصل درخوها تعاريف، تعاليم، الفراغات، الاختيارات، الامور كلها هذول يهتموا بها كلش. اسئله الفصل. واضح؟ فاسئله الفصل اهتموا بها زائد مسائل الفصل، انا داعي لكم مسائل، ليش شلون هم المسائل؟ واضح؟ انا اللي اريد انعدكم تضبطوا لي الفصل الكلاميات مال الفصل واسئله الفصل. زين؟ اسئله الفصل هواي عليها درجات. دير بالكم عليها. زين كل الفصول مو بس الفصل الاول، كل الفصول. زين الى اخير فصل دير بالكم عليها على اسئله ومسائل الفصل. يعني مثل ما قلت لكم هذا الفصل تقروه مره واحده، الاسئله مالته تقروها 5 مرات. تضبطوها، تحلون بيدكم، ما شنو هذول الامور المسائل قلت لكم شنو الاهم ان شاء الله احنا نشرحها. واضح المحاضره؟ يلا اشوفكم المحاضره الجايه.